كوثر. نعم. في كلوب ديبا. داكور. صارت واحد الحاجة. داكور، اللي هي؟ اللي هي أنه كوثر وعلال ضربت شخص هناك. داكور. وهذا المشكل كبر حتى وصل لمدير الإقامة هناك، وتم تغيير الحرس، وتم وصلت من خلالها ضوضاء كبيرة. لماذا ضربتي السيدة؟ يا حاجة كي تتفكرها تولي تضحك. هكذا وي صح. عباك انت عباك قلتها ديجا بالك تشوكي الشعب الجزائري اللي راه يشوف. الله ما يكذبش عليك، من قبيله ديجا مش قلت لك ما فامي سي خط احمر. حنا ماشي نديرو سبور باش نضربو برا. جو سوي كونتر انايا لي انسان يدير رياضه جودو ولا لا لوت ولا لا بوكس ولا نيمبورت كل حاجه يكون قوي على الانسان واحد اخر. انا جو سوي كونتر الحقره هذه، جو سوي كونتر لا فيونس. الوغ انا كنت في لابراتري تاع كلوب ديبا، كنا تما. الوغ انا كنت في طوموبيل فيما صح ديال الحكايه. صافي باك صافي لونطون هذه، عندها واحد 5 سنين واقيلا. تبلى اختي الكبيره امر. هي كانت خارجه من اسمو. انا هبطت قلت لها حشمها على عرضك راك كبير، فهمتني؟ علاش راك تهضري معايا هكذا بالالفاظ؟ لا فهمتني، ما عندهم حتى علاقه. زيد اون بليس كانوا عندي ضيافي من باريس فرنسا، سما اوتوماتيكمون نرحب بهم يتوزع. حتى وين شافوا غير خباط. الوغ نجبد انسان مستر ابي كان فلافير هذيك. كان قال له روح يا سي محمد، روح خذ راي، روح خلاص سي ديجا انا سي بون. مام جو وصلوا حتى جو لي جوندار مي تو سا. الوغ مستر ابي قال شاف هذيك لاسان كيفاش خلاص وصلت للعظم، شاف هذيك لاسان زاد ضربيني قدامنا. هيا قال له اسمع، انت ما حبيت تحشم هيا مالا كوتر. زدت رحت ما زعما ماشي واحد اللي يشبع ولا من بعد سي بون جاو باك تغير. صح سي فري تغيرو. انا جيمغي بيان باسكو علاش؟ شوف انا سي فري جو براتيك سبورت كومبا مي جو كونتر لا فيونونس فرونشمون. و جو مي كاين كذلك كاين هذا ميساج من خلالك. كاين واحد الاعتداءات، كاين واحد قله الادب، كاين واحد الناس اللي تستاهل انهم يتضربوا. تضربوا مره ولا يضربوا راه كيف الواحد الان الامر اللي نشوفوه في الشوارع وللاسف التحرشات، كيفاش يتبلوا البنات، كيفاش يسمعوهم كلام ما يليقش برجل جزائري عنده اختو كذلك تخرج للشارع، وعنده اختو تروح تقضي، وعنده اختو تروح تقرا، ولا عنده اختو تروح تخدم. إذا باش كل واحد يتبلغ ويسمع بنت الناس كلام ما لازمش يتسمع. أنا مع كل واحدة يتبلغ غادير له كيما دارت كوتر. وشنو لازم يكون أبي تما؟ أبي خي حسرة عادي عندها بزاف.